هناك اتهام للدعاة والمشايخ أنهم يعني الآن يعني الحديث عن الإمارات وتطبيعها، ويعني يقول لك قطر لديها مركز للتنسيق العلاقات وكذا منذ يعني سنين متطاولة، أو مركز تجاري، وتركيا التي يمدح رئيسها وكذا، يعني هو أيضا تمتع بعلاقات مع الكيان الصهيوني. لا نسمع أصواتكم هنا، لكن الإمارات يعني يكون هناك أصوات شديدة. والله الحمد لله نحن يعني ندين كل الدول التي يعني طبعت أو ستطبع مع أو أعلنت ذلك. نعم. يعني نحن نتكلم عن المسألة دي مسألة مبدئية، لا يجوز التطبيع من أي حاكم من حكام المسلمين، يعني تركيا ولا قطر ولا الإمارات. لكن نحن الآن نتكلم عن من الذي يهرول نحو الكيان الصهيوني ويقوم يعني يعني ويتماهى مع هذا الكيان استراتيجيا على حساب قضية فلسطين الآن. يعني لو قلت تركيا النظام أردوغان الموجود الآن، يعني هو العلاقات مع إسرائيل هي علاقات فاترة، بمعنى أنه هو جاء فوجد أصلا التطبيع موجود، ويعني وقام بمواقف كبيرة جدا ضد هذا الكيان في مناصرة. لكنه في بداية في عهده زار يعني زار شارون وكذا. يعني في النهاية نحن نعتبر أنه أي خطوة في سبيل التطبيع من تركيا ولا غير تركيا مجرمة. لكن اليوم دولة أصلا هي ليست مطبعة. نحن الآن نتكلم عن من كان في عافية من هذا البلاء، يعني كيف يقحم نفسه؟ تميزون، نحن نعتبر أنه تركيا مبتلاة في بلاء، وهي تخفف بإجراءات معينة من هذا البلاء. مثلا أنت تأتي إلى هذا المبتلى فتقع في نفس البلاء الذي فيه، ولا تبقى في عافية؟ إحنا الآن المفترض أن إحنا نبقى في عافية حتى نجر الدولة التي هي في بلاء، هذه المبتلى بهذه العلاقة، نجرها إلى عدم العلاقة أو إلى قطع العلاقة مع هذا الكيان الصهيوني. لا أن نكون بالعكس. يعني هو يعني هم الآن يعني ماذا كانوا يقول؟ ماذا يقول الذي يقول هذا الكلام؟ يقول إذن يعني إحنا نطبع العلاقة حتى نزيد تركيا تطبيعا كمان. يعني أنت المفترض أنت تنأى عن هذه عن التطبيع حتى المطبع هذا يعني يراجع نفسه من جديد وتعينه على عدم التطبيع. فهذه حجة واهية أيضا. نعم. يعني العلماء عموما، أنا في مؤتمر. نعم. هذا المؤتمر اسمه ميثاق علماء الأمة في حرمة التطبيع مع الكيان الصهيوني. هذا المؤتمر انبثق عنه ميثاق وقع عليه أكثر من 162 جهة علمائية في العالم، والحمد لله أنه هذا الميثاق صدر بلغات مختلفة، ما استثنى هذا الميثاق العلمائي دولة من الدول ولا حاكما من الحكام. وبالتالي موقف العلماء واضح في إدانة أي نوع من أنواع التطبيع. لكن الفرق المزعج هو في الباب إنه الدول يعني كانت قد طبعت فوجدت أنها ما استفادت من هذا التطبيع شيئا، وبدأت تقوم بعمل بتراجعات وبمواقف في نصرة قضايا المسلمين، ودول كانت تحسب أنها في خندق المقاومة وفي خندق المقاطعة، هذه الدول تهرول نحو هذا الكيان. نعم. لا لشيء إلا لأنها تريد أن تكون دول وظيفية من أجل رعاية مصالح هذه الدول الحوشية، في وتكون يعني أداة من أدوات الضغط على دول فقيرة أخرى مثل السودان على سبيل المثال لقضية التطبيع مثلا مع الكيان الصهيوني.